طبعا كنت بسمع صوت غريب. كنت بسمع طبعا وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا وعليكم السلام. انتهى انا بخاف يا حبيبي يا آدم يا ويلي أظن قال فينا سويت لي أن قال ضد الله تعال لهون يا حبيبي إيه يعيش هذه الفترة التي تعيش يعيشها جالسة تعال لأخوي يا حبيبي تعال ما بدي أنا أتزوج كذاب هي زوجتك كذاب لا
بدي أشوفك وراح أتلقى القرآن. حطي إلكي راح أقرأ القرآن. الله العظيم بقوله الكريم. Thank you.